من التايكوندو نروح معاكم بقى ايه للسلاح. مسؤوليه الاتحاد الدولي للسلاح يعني برئاسه اليوناني ايمانويل كاتسيا داكيس اكدوا ان مصر بتنظم بقى بطوله عالم على اعلى طراز يعني، ومن وان بقى المسؤولين في الاتحاد المصري برئاسه عبد المنعم الحسيني قائمين بقى يعني باحلى مجهود وعاملين شغل بجد متطور جدا ومقدمين كل وسائل الراحه لكل الوفود المشاركه في البطوله. وقال كمان انه يعني كان متوقع ان مصر هتنظم بطوله يعني البطوله بشكل يمكن مش بالشكل اللي احنا يعني شفناه ده، لا ده لقوه بشكل متميز جدا وبشكل يعني احترافي وعالمي طبعا بالنسبه للبطوله. وزي كمان ما احنا نظمنا قبل كده يعني بطولة العالم للشباب والناشئين، ولكن بقى المرة دي يمكن احنا بننظم بشكل مختلف جدا وكمان بشكل مبهر بكل المقاييس. واكد كمان ان السلاح المصري يعني بيتطور بشكل كبير جدا وسريع، وكمان اللعيبة بتكتسب بعض الخبرات الكبيرة، وان مصر كمان عندها لعيبة كبيرة وكتيرة الحمد لله قادرين ان هم يعني يحققوا انجازات كبيرة ونجاحات كتيرة ان شاء الله الفترة اللي جاية دي، وده شفناه. وأكد كمان أن يعني مصر برضو أن هي شريك كبير جدا في النجاحات اللي بيعملها الاتحاد الدولي يعني للسلاح، ومصر كمان قدرت أنها بتنظم بقى يعني معانا بطولة كبيرة زي بطولة الجائزة الكبرى واللي اتلعبت أواخر شهر إبريل اللي فات بعد بقى يعني ما اعتذرت كولومبيا عن استضافتها. والبطولة دي بيشارك فيها 1060 لاعب ولاعبة من 105 دولة، طبعا كلهم بيتنافسوا يعني على جوائز مختلفة ومتنوعة يعني، لكن ليها شكل خاص اللي هو خاص كده ايه بشكل التاريخي بتاعنا، الشكل الفرعوني المميز جدا. طيب من السلاح بقى